السلام عليكم. قصة عجيبة أريد أن أشارككم إياها. كان هناك رجل يدعى عبد الهادي، وكان هذا الرجل لديه زوجتين، الأولى اسمها زينب والثانية فكانت اسمها جميلة، كانت اسم على مسمى، أي كانت تتسم بالجمال، لكنه كان يحب زوجته الثانية كثيرا ويفضلها على الزوجة الأولى. كلما مرت الأيام كلما زاد عشقا لها، ولكن لم يبق الحال كما هو عليه. ففي يوم من الأيام كان هذا الرجل في العمل، وقد اتصل به أحد أقاربه كي يخبره بأن زوجته الثانية التي اسمها جميلة تحتضر. أهمل عبد الهادي العمل وذهب مسرعا إليها، فوجدها على فراش الموت، وقف أمامها مصدوما وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. فقالت له: أعدني أنك لا تجفيني بعد موتي. فرد عليها فقال: هذا وعد علي. فأفاضت روحها إلى الله عز وجل. حزن عبد الهادي حزنا شديدا على فراقها، فأخذ وعدا على نفسه أن يذهب كل صباح إلى زيارة قبرها في كل يوم. وفي اليوم الثاني من دفنها ذهب باكرا مع طلوع الشمس إلى قبرها، وكانت المدافن في منطقة زراعية شبه خالية من السكان، كانت تبعد عن قرية عبد الهادي مسيرة 4 ساعات سيرا على الأقدام. فعندما وصل إلى قبرها كانت الصدمة شديدة على قلبه، إذ وجدها خارج قبرها والقبر منبوش عليها. وقف مذهول محتار ويسأل نفسه: من الذي فعل هذا؟ ومن يتجرأ على فعل مثل هذا؟ فغضب غضبا شديدا، وقد أعاد دفنها ثانية، وتوجه إلى قريته يحمل الخبر إلى أهله. في اليوم الثاني ذهب لزيارتها مجددا، فلما وصل إلى قبرها وجده منبوش مرة أخرى، وجثة زوجته مقطوعة الساق. وقف ووجهه محمر لا يعلم من فعل هذا، ثم أقسم على نفسه ليقتصن ممن يفعل هذا بها ويشرب من دمه ويأكل من كبده. فعزم على أن يبيت في المقابر الليلة كلها، فاختار مكانا متميزا، وكان في المكان شجرة عملاقة بجوار قبر تلك الزوجة. فحمل سلاحه، وكان عبارة عن بندقية ذات عيارين، فحمل معه كشافا أيضا كي يرى به، ثم صعد إلى أعلى الشجرة، ومع بداية الليل ظل منتظر وعيونه مثل البرق ينظر إلى جميع الاتجاهات، وينتظر وهو على أحر من الجمر لكي يعرف الشخص المجهول الذي نبش قبر زوجته حتى ينتقم منه أشد الانتقام. مرت الساعة تلو الأخرى، وهذا الرجل فوق الشجرة منتظر حتى دقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إذ يرى حينها خيالا يأتي يتحرك يتجه اتجاه ذلك القبر. نظر فإذا به يرى زوجته الأولى، فتعجب من هذا الفعل، فاتجهت هذه الزوجة إلى قبر زوجته الثانية لتطمئن على أنها غير موجودة. فظهر زوجها وسألها: ماذا أتى بك إلى هنا في مثل هذا الوقت؟ أجابت عليه وهي في رعشة وتوتر شديد: لقد اشتقت إليها وجئت لزيارتها. فقال لها وهو ينظر باستغراب: أنت تكذبين؟ قالت: نعم أكذب، أنا من فعل كل هذا بها، أنا الذي أخرجتها لتأكلها التعالب والذئاب. قال لها: لماذا؟ هل قصرت في حقك يوما؟ ماذا فعلت بك هذه البريئة؟ قالت: رأيتك تحبها أكثر مني وتهملني، وحتى سمعت وعدك لها وهي على فراش الموت، لقد كنت تحبها أكثر مني،
ولا تعدل بيننا، ولقد أمرك الله بالعدل وأنت تهملني. فقال لها: لقد عدلت بينكم، وأنت من أوصلني إلى ذلك، أنا أحبها أكثر منك بإهمالك لي. فقال لها مثل ما فعلت، فأنا الآن سوف أقتلك، فكما كنت تفعلين بها سأفعل بك الآن. فقتلها وترك الذئاب والثعالب تأكل جسدها. وبعد ذلك تم القبض عليه فاعترف بذنبه وماذا فعل بها، فحكم عليه بالإعدام وتم إعدامه. لا تشتكي من الأيام فليس لها بذيل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها رحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وعشها في شكره تجد كل ما فيها جميل. أقصى أنواع الألم تلمسه في ثلاث: رحيل الأحبة، وحقد الأقارب، وخذلان الأصدقاء. الحرام لا يشبع حتى وإن كثر، والحلال يكفي حتى وإن قل. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ما يحدث هذه الأيام أن الكل يرفع الأيدي بالدعاء لرفع الظلم، لكن ينسى أن الكل ظالم مستبد، كل في دائرته، فلا يستجاب دعاء، وتغرق الدنيا في المظالم أكثر فأكثر. أحد أفضل الطرق لجلب السعادة لنفسك هي إسعاد الآخرين من حولك، وأحد أفضل الطرق لإسعاد الآخرين من حولك هي أن تكون أنت سعيدا. ينشطر الوجع وتتضاءل أحلامنا لتصبح سرا، ونبحث عن وطن يضم بين جنباته أوجاعنا. كن إنسانا وترقب الله في حال المساكين، هناك من يراقبك حبا، وهناك من يراقبك فضولا، وهناك من يراقبك حسدا وحقدا، فالمراقبون أنواع، فيا رب ارزقهم ضعف ما يتمنون لنا. كم من طغاة على مدار التاريخ ظنوا في أنفسهم مقدرة على مجاراة الكون في سننه، أو مصارعته في ثوابته، فصنعوا بذلك أفخاخهم بأفعالهم، وكانت نهايتهم الحتمية هي الدليل الكافي على بلاهتهم وسوء صنيعهم. أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه،